كان بيفكرني بالموقف المحرج قوي، ما تخشي عند ناس واول ما تخشي النور يقطع. يعني تبقى عايزه الارض تتشق وتبلعهم. ايوه تبلعهم هم، تبلعنا انا ليه؟ تبلعهم هم ليه؟ او مثلا تقول لك، تقول لها الله ما شاء الله ده ابنك ودي بنتك كمان، فتلاقي البنت وقعت. كفت على بوزها على طول يعني، بتقع دايما. بس اول ما قلت لها ما شاء الله اسمها ايه، قامت البنت اتكفت. تقولي شو البنت اصلا؟ والله ما اقصد يا يكونش من عينيا. بس هو اصلا يعني اللي انت بتقولي عليها بتحسد دي، بتبقي انت مجرباها في موقف والتاني، ما بتبقيش ظلمها من فراغ يعني. من زمان بقى، من ايام الدراسه يعني، كان ليا واحده صاحبتي تلاقيكي داخله الامتحان كده تقول لك ده انت شكلك حافظه المنهج صم، تخشي ما تكتبيش كلمه. مع ان انت كمان هتقعدي تحكي لنا عن اصحابك، مش كفايه انت؟ مع ان الامتحان جاي في مستوى الطالب المتخلف. طب ما حلتش ليه؟ وبعدين تشوف مثلا، تشوفك لابسه شوز جديد تقول لك مبروك على الارض، تقوم انت مكفيه حضن الارض. صوره حلوه كده ليكي مع اهلك. احكي لها بس على موضوع عاطفي هيتطور عندك لجواز او خطوبه انتهى. لازم بعدها بثانيتين ثلاثه تتخانقي مع حبيب القلب. ونار الله المقاده، والجوازه باظت. تشوف صوره حلوه ليكي مع عيلتك مثلا، تقول لك شكلكم قريبين من بعض قوي، تقربوا فعلا قوي في اليوم ده لدرجه تمسكوا في زمارات بعض. وتقوم خناقه اسريه جميله. ف